إنها الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية التي أسسها وليد غلمية عام 2000 تكرم المؤسس الراحل. قلت له لما سلمني هالمحل قلت له في 30 سنة فرق وياك بدي أجرب أتصرف هالثلاثين سنة، وبعتقد يعني الناس الإعلاميين الصحفيين اللي انتبهوا أنه في شيء فرق. كثيرون يعرفون رئيس الكونسيرفاتوار الراحل كقائد أوركسترا ومؤلف سيمفوني، لكن القلة ربما تعرف أنه لحن الكثير من الأغاني اللبنانية المشهورة. وليد غلمية بالموسيقى السيمفونية ترك بصمة، بالأغنية اللبنانية ترك بصمة، وبالموسيقى لوحدها الشرقية واللبنانية ترك بصمة. وليد غلمية يعده كثيرون علما من أعلام الموسيقى اللبنانية، وإرشيفه الضخم أهدته عائلته للجامعة الأمريكية في بيروت كي تهتم به. لبرنامج اليوم على الحرة مصطفى عاصي، بيروت.